حرام. طب وين راحت لوسي؟ لوسي خطايا والله ما اعرف وين صارت. لا 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 لا, لا, لا. اللي صار والدي على طول اللي قلت منطيه. اه والله قدرني. مساء الخير متابعين سو شو، اضحى مبارك عليكم جميعا، وبيسعدنا نطل عليكم من خلال شبكه منصات ونكون بينكم باجواء العيد من خلال ضيوف المميزين. من العراق للاردن وبصوت وطل جذابة وطموح عالي مع انه عصبي شوي ومتابعين بالملايين، قدر يتميز بين جيل الشباب كفنان ونجم. له رصيد اعمال فنيه حظيت على تقدير كبير من جمهوره من جميع الدول العربيه. معظم اغانيه حققت ترند قوي على التيك توك. ما رح اطول عليكم، رحبوا معي بالفنان والنجم العراقي ابراهيم الامير. اهلا وسهلا فيك، وكل عام وانت بالف خير وصحه والسلامه. كل عام وانت بالف خير، ان شاء الله الصحه والسلامه وتحقيق الامانه عليكم يا رب. تحياتنا لك ولقناتكم، ونحب نسلم على الكل من دي يتابعنا. اكيد هلا هي. انت حتسلم على حدا من خلال شبكه منصات حكى معك تليفون هلا قبل الحلقه. اي شو بتقولها لوالدتك؟ طبعا اي والدتي اكيد كل عام وهي بالف خير، والله لا يرحمنا من شوفتها. يا رب امين، ويخليها تاج على راسك يا رب. الله يحفظك يا رب، يحفظ امهات الناس كلها. امين يا رب. الله يحفظك يا رب. ابراهيم قبل الفن وين كان؟ ابراهيم قبل الفن وين كان؟ كان ابراهيم كل شيء اشتغل. اوكي بنحب نعرف شو اشتغل. اي اشتغلت بمحل البسه. اكيد يعني الشغل مو عيب. لا هي راح اعلق عليها على هذا اللي عم تحكي، بس بعد ما تتفضل. اشتغلت بمحل البسه، اشتغلت سويت لي بعدين مطعم هيك صغير على قدي، يعني كانت هذا من صغري، يعني من صغر انه انا من انا صغير كنت معتمد على حال الحمد لله والشكر. حلو. يعني مو النظام اللي معتمد على الاهل او على الوالد، الحمد لله والشكر، يعني خلينا نقول بالعراقي سبع سابع. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. يعني بجوز هاي رسالة للشباب إبراهيم، إنه أنت تفضلت بكلمة كتير جوهرية، إنه الشغل مش عيب. تمام، هذه رسالة تحفيزية، أنت وصلت لهدفك بإيدك ومن خلال إصرارك على إنك تكون وتصير، وحاليا عم نحكي فنان ونجم الحمد لله والشكر. هو من ناحية الشغل مو عيب طبعا، يعني كل شاب بعمري او اصغر مني او اكبر مني، لان يعني خلينا نقول اعرف هوايه ناس كعمر صحيح كبير، يعني مو صغير، حتى اسماء فنانين كثير كبار بلشوا من يعني كان في حدا خياط، كان في حدا أكيد. يعني في هذا الإشي مو عيب، لكن كيف انك تمتلك موهبه ومن لا شيء تصير. طبعا طبعا، موضوع الشغل مثل ما قلنا مو عيب، ولا يعني كل ما واحد تطور بشغله وسوى روحه فهذا الشيء راح يساعده، المساعدة نفسه من هالنوع. صحيح صحيح صحيح. طيب بما انه كان عندك مطبخ اكيد طباخ. اي طبعا. على شو بدك تعزمني؟ براتك تريدي حياتك. انا ما بعرف كثير غير الباتشا والمسقوف بس. حسان المسقوف اسقف سقف يخبر. اوه أيه. معناته احنا معزومين عنده. هي هسه اخويا خلف الكواليس هو يعرف شو ال ايوه حسن. أيه حسن طبعا اوجه له تحيه لحسن. تحيات لحسوني طبعا، حسوني كثير مبسوطه فيه. حسوني اخويا الصغير هو ماشي ويا كل اعمالي، يعني هو لازم لي اعمالي كلياتهم، خلينا نقول مدير اعمال. وبنفس الوقت بعد اخ يعني. حلو حلو انسان اثق بي اكيد. ابراهيم كونه كان عندك مطبخ فاكيد طباخ. طبعا طبعا طبعا. يعني قد ايه بروفيشنال؟ يعني تقدرين تقولين هيك، يعني بالنسبه لي انا احب اكلاتي واصدقائي وناس يحبون الاكل مالتي، بس انا ما جربت. 100% انا ما جربت بعدني. والله تشرفين حياك. عشان رح تعزمني على مسقوف؟ سويت مسقوف اسقف سقف يخبل، هاي اخوي خلف الكواليس يعرف. تحياتنا لاخوي حسن. خلص هلا حسونا لبعد بعد الحلقه ما في طلعه من هون غير لما ناخذ موعد. يعني والله اكيد بدون موعد. الله يسعد لك قلبك يا رب. يسعد قلبك. مين اسكى، طبخك ولا طبخ ماما؟ هي اكيد الوالده بقى. اكيد ماما الوالده طبعا. اكيد اكيد اكيد. ولا يعني انه هي عشان انت مثلا كبير شوي انه عيب تقولها ماما ولا لا؟ لا احنا بالعراق يعني شلون. أيوة. احنا نقول ماما، بس شلون نقول
هيك حمش يعني الوالده الوالده يعني احنا شلون نصيحه نصيحه امي امي يس يس اكيد الوالد نصيحه ابويا ابوي طيب حلو اكيد يعني. زي برضه نفس الاردن نفس يعني اكثر الدول العربيه نفس الشيء احنا بالعراق بيقولوها يعني اكيد طيب خلينا نحكي شوي عن العراق تمام يعني هي الام الثانيه خلينا نقول العراق وبغداد خلينا نحكي عن أجواء العيد مع أنك أنت طلعت وأنت صغير من العراق أي نعم. شو بتتذكر أجواء العيد كانت وأنت صغير في العراق هو شو كان بيميزها هو أكيد بديت الأيام يعني بالعراق هون يعني بغداد بشكل عام يعني أجواء حتى ممكن أنت نفس الحالة أجواء العيد كانت تختلف عن هسه أكيد وخاصة ببغداد بغداد بعد بغداد خبر. شو بتحكي لها لبغداد لهوى بغداد شو بتحكي لها حنين بقد هوا بغداد ايه بدنا نسمع طيب وبغداد بدها تسمع يعني اغنية العراق يعني بدي اسمع شي للعراق اخ يا عراق ترجع شي اكيد بحالك ويضحك نهارك يا وطن ويليلك جرحك جرحنا وانت ابونا الغالي شو تريد اطلب منا ونسوي لك منا اطلب اللي تريد كيفك تدلل انت وطننا نريدك ترجع الاول يا حبنا الاكبر نحبك اكثر الله اكبر عاشو تحياتنا لكل الدول يعني الله اكبر والله الله اكبر ما شاء الله عليك والله يا ربي بترجع العراق ان شاء الله وكل هالدول العربيه يا رب اكيد طبعا كل هالدول العربيه يعمها السلام والخير يا رب ان شاء الله يا رب وتاتش وود يعني تاتش وود ما شاء الله يعني انا اول مره بسمعك لايف بدون وجهك اي ما شاء الله ما شاء الله من ذوقك الراقي الله يسعد قلبك يا رب بالعكس انا مش بجامل ولو صدقا يعني راح احكي هاي المعلومه بجوز المشاهدين والمتابعين بيعرفوا عني هذا الشيء كثير منيح لو انت ما بتستحق تكون بهذا اللقاء صدقا ما كنت لكن صدقا انت تستحق وبجداره كمان عمرك. الله يسعد قلبك يا رب تشرف انه اكون وياك بقناتكم ومع الكادر اللطيف الله يسعد قلبك يا رب بس هويناك وارتحت وامورك تمام ايه لمرتوني احنا بما انه يعني اجواء عيد ما بدي اياها تكون المقابله كثير تاف على المشاهدين بدنا اكيد نكون معاهم باجواء ترفيهيه شوي بالعكس طيب رح اسالك سؤال وانت صغير برده شو كان اسم الكلب اللي مربيه اوكي انت جايب السيناريو مالتي كله والله هسه اوكي انا اكثر من كثير كان متعلق فيه بعدين لوسي لوسي اوكي كانت كلبه ايه اوكي قديه بتحبهم قديه بتعلق فيهم هاي بصراحه حتى كنت يعني ما تنام يمي هاي اوكي هلا عم تربي شيء لا حاليا لا عم تتفرغ لشغلك لانه هم مسؤوليه صح كل شيء شوي لما زادت مسؤوليات يعني لما دخلت همين علفن وطورت اموري و فعلى قولتك هي مسؤوليه يعني صح. حرام انت وين راحت لوسي لوسي خطايا والله ما اعرف وين صارت لا 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 لا, 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 لا. اللي صار والدي على طول لقيته منطيه والله غدرني تحياتنا للوالد اكيد واحنا بنوجه له تحيه احترام وتقدير وكل عام هو بالف خير هو والدتك اكيد وكل اهلك طبعا الله يسعد قلبك ابراهيم بدنا نحكي نبذه صغيره عن اول خطوه لك بالفن قلت لك انا اشتغلت يعني هواي اعمال قبل ما ابدي الفن فاللي صار وياي الوالد تحياتنا له مره ثانيه صديق له فنان كبير اكيد تحياتنا له الفنان سالم الانباري سمع صوتي اكتشف انه عندي موهبه وعندي صوت فممكن اكون بهالكار ممكن اكون بهال هذا المجال فالحمد لله والشكر بعد هذا الموضوع دخلت صرت كورال ورا الفنانين اوكي يعني حلو عم تحكي بطبيعتك وعم تحكي قد ايه متواضع بهالمعلومات اللي عم تعطينا اياها انت قبل شويه ذكرتيها انه هواي فنانين كانوا اعمالهم يعني بسيطه وصاروا وهذا شيء يعني
ماي النكر يعني. أكيد أكيد. فغنيت ورا هواي فنانين كورال أرد وراهم، وهذا اللي استقل الصوت أكيد يعني للاكتساب الخبرة. أكيد. وبعدها صار عندي أستاذ، أستاذ موسيقى، تحياتنا للأستاذ محمد سميك، دربني هواي على العود. حلو. أي مكنني من المقامات، مكنني من الأغاني القديمة ال هواي أغاني تراثية. تراثية أكيد، الفلكلور العراقي كمان. دخلني على موضوع الطبقات والمقامات وهاي الأمور، الحمد لله والشكر تمكنت، صرت أعرف أسمع فلان أغنية إنه هاي شنو مقامها، تحويلاتها وين تروح وين تجي كمواضيع فنية. لحد ما نزل لي أول بوستر، بعدها أتذكر بسنة يعني أول بوستر نزل لي بالعيد. يعني هاي مناسبة سنوية اليوم. لا هي أي تقريبا نعتقد بهذا العيد أو هي شيء. أوكي عيد الأضحى. أوكي حلو، يعني أنا جايبتك على التوقيت بالضبط. أي يعني هي جبتي على السؤال السؤال عدل جبتي. لا أنت ما شاء الله عليك شاطرة. الله يسعد قلبك. طبعا يعني تحياتي إليك كلش، أنت شاطرة يعني جدا يعني. أنا قبل شوية كنا قاعدين بدنا نحكي بمواضيع، هي قبل تسألني من خلال أيوة المواضيع اللي حكينا بيها، فما شاء الله عليك. الله يسعدك. أكمل لك الموضوع اللي صار وياي بعدين. الحمد لله والشكر التقيت بشركة إنتاج فنية اللي هي شركة حيدر جيتارة، تحياتنا إلى أكيد بوجه له تحية أكيد. أي ومحمد الجبوري، شاعر محمد الجبوري. هذول الشباب هواية ساعدوني، هواية وقفوا وياي لحد ما أنتجت أعمال، والحمد لله الأعمال ضربت وأعمال دخلت ترند مثل ما قلتي تفضلتي، وهذا اللي صار والحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أقرب لك حدا بيعطيك نصائح، مروان البطي أو حسون؟ مروان البطي. أوكي أوكي. مروان مروان لا ما بعرفه أنا، شتورة. لا أعرف أعرف يعني، بس إنه من البعد ما تيجي ما شاء الله. أنت ده تبهريني هسه. أنا لا رح أثيرك أكثر وأكثر كمان. ما شاء الله عليك. الله يسعدك. مروان تحياتنا له. مروان عازف أورج. يس. طلعنا هواية حفلات وهواية اشتغلنا سوا، ومن صديق طفولتي مروان. حلو حلو. أي أخوي حسن يعني بالجديد صار وياي بالشغل مالتي وبال أما مروان لا قديم يعني. إحنا أوكي. من بداياتي إحنا كنا نطلع صحيح. حفلات، فهو مرات يجي علي إنه يعني مثلاً اختار هذا الاختيار، هذا الستايل من الأغاني، سوي فلان شغلة، يعني نصيحة كصديق. صحيح. فاهم شلون؟ ف خلينا نقول اكيد اخويا يعني حبيبي اخويا، بس الله يخليك. الفن ما بي مجامله. صحيح. بده يعطيك النصيحه. فاكيد مروان صاحب خبره بهذا المجال، هذا المجال اكثر من اخويا. اكيد. ابراهيم راح نكمل معك، راح نروح فاصل وراجع. حاضر. معكم متابعينا الكرام، وأكيد مكملين مع النجم والفنان العراقي إبراهيم الأمير اللي نورنا اليوم وأضاف كتير كتير من الضحكة علينا لليوم، وأكيد على قلوبكم ومكملين معك. والله يعني أكيد نتشرف وياكم يعني. الله يسعد. لقاء جدا جميل والكواليس بعد أحلى صارت. هلا بتشجع المتابعين يطلبوا الكواليس. أنصحكم تشوفوها. والله بصراحة لا يعني اليوم يعني جدا متألق ومميز معك بصراحة. الله يحفظك والله بوجودكم ووجوه الطيبة يعني. الله يسعد لقلبك يا رب. خلينا نحكي عن الترندات، التيك توك، الأغاني اللي طلعت ترند وكانت ترند ونعملت يعني كذا فيديو نعمل عليها، شفتها وعقلي رأسا طار. شفتها وعقلي رأسا طار، قصة صارت ما أعرف هي يعني. أها. هاي الأغنية يعني أنا سمعتها من أصحابها يعني، تحياتنا okay. لهم. فحبيت أشاركها
وتفاعلوا وياها اكيد يعني هواي مطلبين هم يتفاعلوا وياها اكيد طبعا اكيد. فاجت واحد من عندهم يعني فشويه صار شوشرة بيها وما ادري شنو، هم كانوا يريدون ينزلوها بطريقه رسميه وما ادري شنو، انا احترمت هالشيء بس هي ما اعرف اثناء ما انت مغطي على الكل ابراهيم يعني شفتها وعقلي راسا طار، واغنيه الاغنيه الجديده كمان يعني اكثر اكثر ما دامك تحبيني يعني انت ماخذ الترند عن الاصل. شو نعمل طيب شو بدهم يعملوا؟ لا بالعكس هم اكيد يعني اكيد طبعا كل الاحترام اكيد احترام أكيد. كل احترام لهم بس هي شلون اكمل لك الموضوع، فهي لما نزلت بالفتره اثناء ما نزلت ف ناس حبتها يعني حتى بحفلات يطلبوها. ايوه بيطلبوها منك تحديدا. ايوه هم ما شاء الله عليهم ملحنيها وكاتبيها بطريقه كلش حلوه ومبدعين وتحياتنا لهم. حلو اكيد اكيد. فهي رحمه الصوت يعني. اها هلا احيانا ابراهيم في ناس مثلا انت بتعمل كفرز لاغاني كثير. اي نعم. احيانا انت او اي حدا فنان ثاني بيعمل كفر لاي اغنيه بيضربوا اكثر من صاحب الاغنيه. شو تصير هواي؟ تصير هواي ممكن يكون على فكره ما له دخل انه هذا صوته احلى او هذاك احلى او هيك. مو شرط يعني انا كرايي اوكي اشوفها مرات يكون كفر عفوي بيطلع مثلا أي. يعني انه انا جاي مصور اغنيه وكادر التصوير كامل وتعب ولبس وحط وسوي وجيب بالنهايه يطلع حتى شخص ما يكون فنان هاوي خلينا نقول أوكي. يطلع يصورها يغنيها مع الموسيقى تضرب عنده مرات. هم ذول الناس هم اللي يخلون الفنان يخلون أيوة. يخلي الاغنيه تضرب اوكي تنجح. يعني هاي فوائد السوشيال ميديا خلينا نحكي نعم. او فوائد مثلا يعني مثل ما تفضلت ممكن واحد انه موهوب مش مطرب ولا شيء انه يعمل ضجه وترند لها اي عافيه يعني اكو اكو اكثر من اغنيه صارت مال يعني والله نسيت اسم الاغنيه بس انه ضربت بسبب هالموضوع هذا. أيوة وانا ارجع واقول لك هو الموضوع عفوي اكيد طبعا ما في حدا بيتقصد انه ياخذ اغنيه من حدا يعمل اكيد طبعا لا هي يعني قصدي ضربت العمل وضربت الترند مني يصير انه عفوي. طب شو بدك تسمعني هلا؟ اكو اغنيه انت كلش تحبيها هي مال اوكي ضروري انت موصيتني بها وموصيتك عليها خاصه ما دامك تحبيني هل ممكن تبوسيني هل ممكن تخليني ارسم سمايا عيونك اقسم قسم ما اخونك هل ممكن اكتب اسمك قلبي وصير نبضك وتصيريني عين وعيني ما دامك تحبيني وطاير بحبش طاير يا حلوة يم الضفاير وبحالي مدر الصاير اكتب شعر اتغنى ويم داركم اتعنى وجيران حسوا بي وغزراني راحة وجاية وانا احلف لهم بالله يا عمي صف النية اي والله صفوا النيه عشان برافو عليك صفوا النيه يا جماعه والله كنا بنحبك يعني شو نعمل طيب والله شرف لي يعني الله يسعد قلبك يا رب المحبه الله يسعد قلبك بالعكس ما شاء الله عليك ابراهيم يعني انا صدقا اليوم كتير مميز بالنسبه لي وللمتابعين خصوصا هذا اللقاء اي نعم اكيد سواء لإلي لإلك لشبكه منصات للمتابعين حتى كان اليوم جدا مميز بتفاصيله كامله سواء وراء الكواليس سواء بالكواليس سواء وقت لحكيتك عشان نرتب للقاء فهذا شرف لإلنا انك تكون موجود معنا ومش اول لقاء حيكون واخر لقاء حيكون في بيننا كثير لقاءات اكيد اكيد انا بدي ارجع لك للاسئله تمام امشي الكاميرا الخفيه لا والله لا والله مش كاميرا لا لا ابدا مش كاميرا خفيه ابدا والله يعني اوكي عملت برنامج كاميرا خفيه بس لا لا والله انه والله طيب ما دام انه انت مفكر كاميرا خفيه احكي لي عن موقف تعاقبت وانت صغير بالمدرسه ولا شو يلا بس لا بس لا تعرف الموقف كثير شكله كثير أنا بطبيعة
يعني انتو هسه رح تتواجهين على هالموضوع هذا انه انا مظلوم فعليا. اذا مظلوم احنا بدنا نقرر هلا. انا بصراحه ما ادري اذا هو المدير نفسه هو مدير المدرسه ما ادري اذا انت يعني معقب من المدير مش من استاذك. هو يتابعني، تحياتنا له اكيد ان شاء الله يشوف هذا الموقف وما ادري اذا يتذكره لو لا. بوقتها واقف انا بالاصطفاف مال المدرسه، فاني طبيعتي من اكون واقف والشمس تجي علي، انا اصلا بي طبيعه عندي هاي الضحكه هيك اسوي. اوكي هسه انا ما بدي اضحك هيك، ممكن اكون يعني هسه كان بدي اضحك يس بس انا عندي هيك طبيعه انه هيك اسوي، هيك تلقيني مبتسم لوحدي من ليش؟ انه بسبب انعكاس الشمس. يس فهو عباله انا بدي اضحك وقعتك مع المدير. لا فتعال قلنا انه انا ما بدي اضحك، فوالله اكلت لي هالضرب بيدينات الحمد لله رحم الله والديك. ايوه حلو كثير. بس مسامحك اكيد. مسامحك خلص يعني مقام والدي اكيد مسامحك. يعني هذا موقف ما بتنسى بحياتك. اي يعني هاي اللي انت تقولي لي وانت صغير يعني. اكيد هاي واحده من يعني انا شوي عم بحاول اجيب شيء مختلف وعن حياتك ب يعني مواقف حلوه لإلك كمان بالحياه. أوه. يعني حتى وانت عم تحكي عم تضحك. والله ما شاء الله عليك يعني انت دخلتينا بشغلات حلوه يعني. الحمد لله الحمد لله. يعني احنا دائما وعدين برضه متابعين سوشو وخصوصا شبكه منصات، الحمد لله احنا ككادر وفريق متمكن وهذا اللي بيميزنا عن غيرنا. ما شاء الله عليكم. الله يسعد قلبك. ككادر كاعلاميين وما شاء الله عليك انت يعني. الله يسعد قلبك ابراهيم يسعدك. ابراهيم كيف بتوازن بين انشاء محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي وبناء مستقبل مهني كفنان؟ بس عيد السؤال. اكيد رح اعيده. كيف بتوازن بين انشاء محتوى، انه بدك تعمل محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي او انك تطلع على الجمهور من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وكيف بدك توازن بينها وبين مستقبلك المهني كفنان بعيد عن السوشيال أوكي. ميديا؟ اوكي قصدك يعني انه انا هلا وقت بتعمل شيء ايوه على السوشيال ميديا، هلا انت كفنان نجم هلا شيء محتوى قصدك ايوه بالضبط، بدك تحافظ على الفنان كمهنه. هسه كسوشيال ميديا انا اتفاعل عليها مرات، يعني اتفاعل على ترندات معينه. اوكي اليوم مثل كل حاله حال الناس اكيد يعني. طبعا بس اكيد بشيء محدد يليق بي كشخص، انه انا فنان بالنهايه، لان اكو اشخاص انت تعرفين يعني وكل يعرف انه صار يطلعون بصوره باي شيء يطلعون بصوره ما حلوه بالضبط، بتقلل من ايوه اكيد ومن احترام المشاهد وك هوايه امور يعني شويه تكون غلط او خلينا نقول عدم المؤاخذه تكون شويه تافهه اكيد طبعا. ف قلت لك يعني انه محتواي مثلا ترند ضارب لطيف وحسيته بيليق فيك كابراهيم اي يليق بي مثلا خلينا نقول كلبسه ككشخه بالعراق نقولها اوكي نصور عليها ونتفاعل. اما حياتي العمليه انسان ملتزم بعملي باوقات الشغل مالتي بالاستديو تواجدي بال وتحب النوم جدا يس جدا اصلا اني قليل اطلع من البيت بعرف كيف هاي المعلومات جابتني ما بتحب النوم. ابراهيم لو معك دقيقتين صار شيء لا سمح الله بهالدنيا ومعك دقيقتين بس انه بدك تطلع برا البيت شو تختار تاخذ معك غير حسوني يعني مو أشخاص؟ لا مو أشخاص. حسون بطل الحلقة اليوم وراء الكواليس. واني أوكي شاخذوا وياي. واني لوحدي أصلاً ما أعرف. أي شيء بدك هيك شو بيجي عبالك تأخذ معه؟ مبدئياً أنا أخوي غششني. تليفون؟ يعني أوكي تليفون. هو فعلياً صح تدرين ليش؟ عشان أي شيء تقدر تتصرف. يعني مثلاً في حال لا سامح الله صار يعني مثلاً. بدون الشاحن؟ عادي برا اشتري شحن شنو يعني اوكي تمام اشحن لا كانت ظروف صعبه اشحن ببيت اهلي عادي خلاص تمام وانا اطلع اروح البيت اهلي ايوه بالضبط. طب ليه تليفون؟ تليفون هسه خلينا نقول انه لا سمح الله مثلا صار ظرف انا ما عندي شيء، اقل شيء انه انا عندي تليفون اقدر اتواصل بيه انه احد يلحق لي او احد يساعدني او هيك شيء صح مزبوط انا بأيدك صح انت ما بتحكي شيء غلط اساسا. طيب خلينا نحكي شوي
عن الفن والطرب العراقي الأصيل. نعم. بين الماضي والحاضر، مين المسؤول عن تراجعه وعن رقيه؟ هل الشاعر، الملحن، الكاتب، المطرب أو المستمع؟ شوف، أنا أنا راح أجاوبك، بس أنا ما أرد أحاول إنه خلينا نقول هذا رأيي الشخصي. أوكي تمام. يعني مو نقول مش عن حد عم تحكي. أكيد. أعتقد المستمع. مستمع. المستمع شوفي، لأنه الفنان من يطلع عنده مثلاً عمل كشاعر، أو لأن هو كل واحد وذوقه يشتغل. أكيد طبعاً. يعني من الشاعر كاتب كلام مثلاً محلو أو بشوية تجريح، أو صحيح. والموزع موزعها بطريقة شوية من النوع اللي شوية جريئة، أو المطرب مغني بطريقة جريئة كمطرب أو مطربة. أوكي. هاي الأمور راح تعكس مثلاً أغنية. هاي الأغنية إذا تقييمها للمستمع، زي المستمع من يجي يظل يسمعها بترفع ويتفاعل وياها راح يرتفع. فهاي واحدة من الشغلات اللي أشوفها إنه كشخص كإبراهيم ترجع الأغنية عراقية أو من كل الدول. أيوة بالضبط. نعم. طيب، أكثر قضية اجتماعية تفاعلت معها، شيء أكثر شيء أثر فيك من هالقضايا الاجتماعية اللي موجودة حوالينا؟ قضية اجتماعية يعني خلينا نقول يعني شوية سياسية وهيك شيء. هلا أي شيء، قضية اجتماعية أثرت فيك، قضية مثلا صار عليها جدل كتير؟ بصراحة الثورات اللي صارت بالعراق، هواي ناس تأذت، هواي ناس يعني بشكل عام من كل الفئات، ما أريد نذكر أسباب أو يعني أنا كحالات إنسانية، حالات إنسانية هواي يعني ناس يعني حتى أنا حتى تفاعلت وياهم كعمل يعني صار ديو. أوكي. كان يعني أنت سرقت بقية السؤال. أوكي. شوف أنا من الدربات، أنا فطر. أوكي. فهذا الموضوع أثر بي جدا، يعني حتى نزلت فيديوهات لما أشوف رجال كبير يوقع على الأرض على قاعة ورجال شيبته براسه، لو المرة شون يعني هاي الأمور حزت بقلبي يعني يعني إبراهيم كثير إنساني. أكيد الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله والشكر. هي الحمد لله والشكر، وإن شاء الله تقدر تقدم شيء. يا رب يا رب يا رب بإذن رب العالمين. إبراهيم من هلا قدام شوي شو راح يقدم للمتابعين؟ هسه حاليا ما عندي شيء يعني أنا لحد الآن، بس أنا قبل أسبوع نزلت لي أغنية بعنوان كلش منتهي، طبعا ما راح أغني لكم إياها حاليا يعني. تروحون تسمعها على اليوتيوب تعطوني رأيكم. طبعا الأغنية من كلمات الشاعر علي الطيب وألحان الفنان المبدع تحياتنا لهم نبيل الأديب، أكيد. وتوزيع علي بهرامي، مكس ماستر حيدر جيتار، تحياتنا لهم وإن شاء الله تنال إعجابكم. وإن شاء الله يعني أنا هاليومين قاعد أحضر عمل. طب فيك تغششنا عنه أو هيك تعطينا يعني. يا حصري بعدني حتى ما منفذ يعني. أوكي. بس حيكون حصري لنا كخبر؟ أكيد لما نتنفذ يعني لما أبلش أنفذ بيه إن شاء الله. خلص تمام. أكيد. تمام أكيد. بإذن رب العالمين. أنا كتير مبسوطة بهذا اللقاء، وبتمنى إنك تكون مبسوط كمان. والله جدا أنا مبسوط والله. الحمد لله الحمد لله. وجوهكم الطيبة يعني الله ما شاء الله عليكم. يسعد قلبك. بس ما بزبط ننهي الحلقة بلا شيء. يعني بدك تحكي شيء. مغني. أنغني. سألتك كتير أنا اليوم. هي السؤال حلوة صارت. أيوة. نغني هيك شيء لقلنا لما منصات شبكة منصات يعني شو بتحب غني لنا أغنية من أغانيك الحلوة. أوكي يلا غنيكم أغنيتي يلا اللي رح نسمعها على اليوتيوب. لا أوكي. يلان الحني والسوت بيه لك كاني بغيابك ميت الشوي وكموني وحيدك ويلي روحي بيدك دقيت رجلي بعدك أريدك فراقك صعوب لاعب لعيب شمسة ويبي الدمعة أرجاني بس لك فد وحيس
ضاقت علي الوسائل عن الحنية. الله الله الله، يسلم هالصوت، يسلم هالصوت، جد غير. الله يسعدك. كل عام وانتم بألف خير وصحة وسلامة متابعينا الكرام، وأكيد بنشوفكم بحلقات جديدة من برنامج سوشال.